الدعامة في ناس كتير بتسألنا برضه، هل تؤثر على المتعة يعني ولا الإنسان؟ يعني في ناس بتعتقد إنه الأمر سيتحول إلى مادة ميكانيكية في الأداء. سليم فعلا، ودي نقطة مهمة الطبيب يوضحها لمريضه، إن الدعامة مش جهاز تعويضي، يعني إحنا مش بنشيل العضو ونحط مكانه دعامة عشان خاطر نفهم بهذا المفهوم. الدعامة كل اللي بتعمله من اسمها، هي اسمها دعامة، يعني معناها عندي انتصاب يا إما فقد يا إما ضعف، هي بتدعم اللي عندي أيا كان. لأن لما نقول انتصاب فقد مش معناها إن الأنسجة بقت زيرو، لا، هو فقد معناها ان اصبح بالظبط اصبحت الكفاءه لا تفي باقامه علاقه، فده بالنسبه له فقد. لكن ما زالت الانسجه فيها القدره وان كانت ضعيفه لكن موجوده، احنا عايزين ندعمها بوجود هذا الشيء اللي بنسميه الدعامه سواء العاديه او الهيدروليك. اذا احنا يعني لازم نؤكد على نقطه مهمه، ان الدعامه بتكمل ربما بعض النقص من الاداء الجنسي. اكيد اكيد، هو فعلا الدعامه زي ما حضرتك اتفضلت من اسمها هي بتدعم اللي عندي، يعني انا عندي انتصاب حتى ولو كان زيرو، زيرو دي لا تعني ان انا ما عنديش خالص، لا انا عندي نسبه لكنها اصبحت لا تفي بالغرض. الدعامه مجرد بس بتوصلني ان انا ابقى 100% سواء عاديه او هيدروليك.